لكن متى تتبع معنا في اللحظات حضور رسمي لوالي جهاز مراكز الفلسفي من خلال الدوري ديال المقاهي والمطاعم والفنادق. متتبع معنا في هذا البث المباشر الان متتبعين. اذا حضور وازن الوالي جهاز مراكز الفلسفي في اللحظات الثانية. نعاود ناكد في الدورة الثانية لهذا الموسم هذا كما تتبع معنا في اللحظات احتفل من رفقة من مجموعة المطاعم والمقاهي والفنادق يعني بمناسبة الذكرى يعني ذكرى العيد المسيرة الخضراء 42 وكذلك عيد الاستقلال. وهذه المناسبة كان شرط باش انه يعني احتضان هذا الملعب الكبير هذا الدوري كما تتبع معنا خلال البث الان متتبعين. اذا كما تشاهدوا معنا في هذه اللحظات متتبع قناة التلفزيون الان الى جانب صاحب مطعم مطاعم المميزه بودابار ملك وابراهيم باشا تجمع يعني فريق بودابار وفريق الشعري مستمر كما تتبع معنا في اللحظات. الحين انا وكبار المسؤولين حاضرين هنا بالملعب الكبير لحضور هذه المباراه وتتويج الفريق الفائز في هذه المباراه كما تشاهدوا معنا. كبار المسؤولين الطرق Thank you.
اذا تنعاود نذكر بانه بمناسبه العيدين المجيدين عيد الاستقلال وعيد والذكرى 48 لعيد المسيره الخضراء تنظم جمعيه مشجعي ومحبي فريق لكوكب مراكش الدوري الثاني للمطاعم للمقاهي للمطاعم للفنادق، واللي عرف هذه المباراه النهائيه اللي جمعت ما بين فريقين يعني عند علي شعالي بالاضافه لمطعم بودابار في النهائي هذه المباراه من الملعب الكبير مدينه مراكش. فكما تتبع معنا في اللحظات في حضور وازن يعني بحضور وازن يعني المسؤولين كبار على مستوى ولايه جهه مراكش الاسفي كما هذه تشاهد معنا متتبعينا يعني حضور والي جهه مراكش الاسفي فريق الطلقه بالاضافه يعني المسؤولين